نختتم اليوم منتدى الإنتاج المستدام في القطاع الصحي الذي يساهم بشكل كبير في تقليل المصروفات وتعزيز التنافسية، إضافة إلى تقليل الآثار السلبية المترتبة على الصحة والبيئة. وناقشت جلسات المنتدى عدداً من القضايا المهمة مثل السلوك التجاري المسؤول والأجهزة الطبية والسلامة وسلامة الغذاء وتقييم المخاطر وسلاسل التوريد. كما تمكن المشاركون في المنتدى من طرح أمثلة على الممارسات الجيدة وتقديم الاقتراحات المبتكرة.